العرض مثل الطلب واكثر زيادة. مد حنايين فصل وتناسب شروط، لو في عروض مشكل صار بدها زلغوطة، صار بدها زلغوطة. انتو شو عم يصير بيناتكن؟ انا بفهم انه بيصير اختلاف بالرأي وهذا شي وارد كتير، بس قديش الخلافات لازم تستمر بين الاخوات؟ هذا الشي بيتناقش وباحترام. شو هاد؟ انا عم حاول باني خفف التوتر بيناتكن انتو اتنين، وانتو مع هيك ولا واحد فيكن عم يسمع كلامي. شي مرة انتو تصرفتوا معي بهالطريقة من قبل؟ وانت رشيد شو هاد؟ يعني لازم تضل معند وزعلان من اخوك كل هالقد؟ يعني لحد اليوم اي شيء انت بتطلبه درويش هو اللي بيساعدك فيه، واليوم فجأة هو صار غريب عنك؟ وانت درويش، انت الاخ الكبير مو هيك؟ ما كان فيك حضرتك انك تسامح اخوك الصغير؟ ما بتعرف حتى كيف تتصرف مع أخوك الأصغر منك؟ عمي مثل ما توقعت، أنت مثل العادة عم بتحط كل الحق على زوجي درويش. كاشي فيكي أنت تبقي ساكتة؟ طالما أنت ما بتعرفي أبداً شو يلي عم بيصير هون فالأحسن أنك ما تحكي. فياض عم بيحاول انه يحل الخلاف، لهيك ما تجي انت وتخلي المشكلة تتأزم. لحظة بس خالتي، حتى اذا طلبتي من كاشة تضلها ساكتة وما تحكي انا ما رح اسكت ابدا. انا يا خالتي في عندي مشكلة بين اخواتي، هاي المشكلة ببساطة اني ماني الكبير ولا الصغير، واللي عم يصير انه ما حدا منهم محترمني كأخ كبير، ولا حدا منهم بغض النظر عن اخطائي مثل اخ صغير. وهاد من تجربتي لسنين بهالبيت، ما اختلف شيء، بالعكس على طول بيتكرر معي. أبي بس درويش، كل يلي صار كان سوء تفاهم ما له داعي. قال لك فياض انه يا حماتي انت فيكي تفكري على كيفك، بس درويش ما رح يتراجع ابدا. تعال معي درويش. أبي يا
عمي أنت ما أكلت اليوم أي شيء؟ لأنه أنا مو جاي عبالي أكل شيء. عمي أنت اللي عم تقول هالحكي؟ مو أنت قلت لنا ما نخلي الزعل يأثر على أكلنا؟ لا أنا ماني زعلان من حدا أبدا، بس بنتي هاي القصص خلتني ماني قدران أكل شيء أبدا. عمي رجاء اسمعني شو. رجاء رجاء لا تضغطي علي. رايحة أعمل لك الطبخة اللي بتحبها ماشي؟ الطبخة اللي بحبها؟ إيه شو فيها؟ لأنه هاي الطبخة اللي عم تحكي عليها حلت كتير خلافات بيناتهم وقت كانوا صغار. عن جد؟ وقت كانوا صغار كانوا يتخانقوا بنفس الطريقة، هيك خناقات فاضية يعني، وما أنا حضر لهم من هذا الطبق، وهيك لما يعدوا على العشاء كل هاي الخلافات تنحل وبوقتها كانوا يرجعوا مع بعضهم مثل أول وينضمن لهم بهيج. كنت هذاك الوقت اضحك كتير على تصرفاتهم، بس واليوم ما كنت متخيل بأن أولادي ممكن يتخانقوا مع بعضهم بهالطريقة البشعة. يا عمي أنت روق شوي، أكيد عن قريب هن رح يعرفوا شو هي غلطتهم ورح يرجعوا مع بعضهم مثل قبل. متأكدة من هالشي؟ وأنا كمان متأكد، بس مع هيك أنا الآن الآن شوي من أنه نحنا تركنا كل شي بالبيت بإيد خالتك غالية، ورغم أنها بتعرف كيف تتصرف بس ما بدها تعمل أي شي. الحقيقة بهذا الوقت بالذات لازم يكونوا متفاهمين، بس اللي عم يصير عكس هيك تماما. درويش معلش فوت. كاشي ما أنا مبينة، شو راحت يعني؟ راحت تتمشى. خير بدك منا شي؟ لا بالنسبة للشي اللي صار من شوي إذا كنتي حابة تحكي معي فيه فخليني قلك. بهيج قال لي من شوي بأنك تعرف واحد بيعمل البراويز تبعات الصور، عندي كم صورة عم فكر أني بروزهم، فيا ترى بتساعدني؟ مزبوط، هلأ بعطيكي الرقم أو إذا بتحبي خليهم. لا لا ما بدي بروز كل الصور، بس حابة أني بروز شي كم صورة مو أكتر. يا ريت لو تيجي تقعد جنبي هون حتى قلك عليهم. ماشي. ورجيني. ليك هاي صورته لبهيج. هيك كان بهيج وقت اللي كان صغير مزبوط؟ بهيج هيك من وقت اللي كان صغير. وهاي صورتك انت ورشيد يعني بهالصورة يلي قدامي ماني شايفة بإيدك بوزة، بس بهيج قال لي بأنك كنت حابب تتصور بوقتها والبوزة بإيدك مزبوط؟ تذكرت؟ لا مو صح، قصدي لا مو هيك. معناته ممكن يلي صار انك اكلت البوزة قبل ما تنلقت الصورة مزبوط ما؟ لا 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 بيصير هذا الشيء احيانا. لا ما بيصير ابدا. شو هالحكي هذا؟ كنت صغير بوقتها ولهيك ما بتتذكر شيء. لحظة خليني اقول لك شغلة. الشيء اللي صار انه وقتها المصور كان واقف هون بهي الجهة، عرفتي؟ هاي الصورة كان لازم اطلع فيها انا واخي لحالنا، بس يلي صار اجى باللحظة اللي عرف فيها انه الصورة رح تنلقط و
اجى عم يركض لعندي وقال خليني اطلع بالصورة، حابب اني اتصور مع درويش، وراح وقف هني. لحظتها كانت البوزة بايدي وهو لف ايده على رقبتي، فضربت ايده بايدي وقعت البوزة على الارض. عرفتي؟ لساتني متذكر هالشي، متذكر منيح. رشيد هاد عن جد مزعج كتير. انا بتصور انه اخوك رشيد هو يلي عمل هاد الشي معك عن قصد. لا لا خالتي، هو ما عمل هيك شي ابدا. شو؟ هو قال لي بأنه مو ظابطة، أنه الواحد منا يكون حامل بوزة بإيده مثلي، ولهالسبب رشيد كب البوزة اللي كانت معه على الأرض و... متذكر منيح، هي بالفعل. درويش، تعرف انه هاد الحكي يلي انت عم تحكي لي اياه هلا عم بيحسسني انه هالاخ يلي بحياته ما فكر يسيطر عليك من وقت كنتوا صغار، ويلي بكل حياته ما خطر له اي افكار سيئه شو ما كانت، هاد الاخ كيف هيك تغير فجأة؟ انت جيتي لهون لحتى تستفزي مشاعري خالتي؟ لا، ما رح تستفادي أي شيء أبداً. ميرا، شفت الأولاد راحوا؟ إيه من شوي. ليش لك كان إيتي عم تبكي؟ هيك، هالبنت ما كانت دارسة الدرس اللي قالت للأنسة علي، وهلأ لحتى تذكرت، ولهالسبب كانت عم تبكي. بس أنا روقتها وبعدتها على المدرسة. شايفت لك بوقت الدراسة كل هالأولاد بتلعب، وبس يجي وقت الروحة على المدرسة بتصير تبكي. ايه بسيطة. لا كيف بسيطة، انتي وحدك تعبتي عليهم. انا؟ انتي طبعا، وقت ما تكوني بالبيت بصير اسأل حالي هالولاد رح يرضوا يروحوا على المدرسة ولا لا. يلا بالاذن شوي. كاش، ممكن تحطي لي فطور؟ عندي اجتماع مستعجل لهيك عم قلك، ممكن تحطي لي فطور؟ ما في فايدة من الحديث، بالأخير أنت ما بتاخد غير نصيبك. مزبوط، بس هلأ حضري لي فطور منيح، هذا نصيبك. درويش. ايه شو عم تحكي؟ ما عم بفهم أي شي عليكي. شو هي كمان؟ ليش عم تشقي الورقة؟ ليش هيك؟ ها؟ درويش. الليلي اللي شايفة هي مو ورقة لك، هي بتكون أحلامي، وأنا شقيت هي الأحلام كلها. إذا ما بتحكي بوضوح ما رح أفهم عليكي، هيك ما رح أفهم شي أبدا. درويش لو فهمت شو الفايدة أقول؟ لحد اليوم هاد أنا حكيت لك كتير عن أحلامي وهدول منهم، ويلي مخليني كتير زعلانة إنه كل أحلامي انتهت هلأ. بس أنا اليوم زعلانة من شغلة تانية، والشغلة هي ما لمت على قفيني، حتى أحلام ابني معروف ما رح تتحقق. بس لحظة، يعني أنت كنتي عم تحكي عن معروف ابننا؟ رجاء أحكي بوضوح. بعدين شو هالورقة؟ ليش شقيتيها؟ قولي. أنا بدي كب هاي الأحلام حتى قبل ما يحلم فيهم ابننا معروف. درويش، الوجع لما تكب هاي الأحلام كتير مؤلم. أنا رايحة. لحظة بس، كاش اللي صار بهذا البيت من كم يوم أنا ما عندي أي رغبة أبداً أني أحكي فيه، بس إذا في أي حدا من عيلتي عم يحكي عنك أو عم يحكي عن معروف أي شيء أنا ما رح أسمع منهم أبداً. كاش رجاءً، أي شيء بدك تقليلي إياه فقولي بطريقة بتنفهم. ماشي، طالما عم تسألني فرح أقول لك. أنا شفت المدام ما هي تم مدة، وهي كانت عم بتقلي إنه شو قالت لك؟ قولي. مو مهم، مو مشكلة. لك شو مو مشكلة؟ ما في مشكلة؟ أي فايدة من إني أحكي لك، لأنه هالشي رح يعمل مشاكل كتير. يا كاش، مو مهم، بس بدل الحكي رح أعمل شاي. بس راجع. أنا ما طلبت منك أشرب شاي، مو هيك؟
كاش؟ ماني قدران استوعب شي. كاش؟ 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 قليلي قليلي شغلة واحدة بس بترجعكي. اسمعي شو كنتي عم تحكي من شوي؟ قولي. فتحتي موضوع معروف وبعدين سكرتي فورا. وينك سلفتي؟ غراض الساندويش جاهزة. ليش شقيتي الورقة؟ شو هي؟ ما فهمت شو اللي صار. بترجعكي عن جد حياتي، ممكن تفهميني بشو عم تفكري لو سمحتي؟ الزيت صار حامي كتير. وانتي ليش فتحتي موضوع الست مهيتا؟ شو قالت؟ تكرم عينك، بما انك مصر تعرف رح احكي. ايه المدام مهيتا كانت عم تقول انها رح تجيب كل الوراق المطلوبة لسجل ابننا بمدرسة دولية. عن جد عم تحكي؟ بمدرسة دولية؟ يعني شهادة دولية؟ شي حلو عن جد. بس لحظة، وين في مدرسة دولية قريبة عنا من هون؟ حديقة نهروية اللي هنيك مقابلة بالضبط. هاي البناية الجديدة هاي هي المدرسة ما؟ مزبوط صح. حلو لك، بس أنا ما كنت بعرف. شو حلو؟ درويش أنت بتعرف منيح أنه كل طالب بسجل بهالمدرسة بيعرف أنه كل أحلامه رح تتحقق. الموضوع متعلق بمصير الولد، ونحنا ما في هيك شي رح يكون بمصير ابننا. مو مشكلة، ليش عم نحكي بالموضوع؟ لحظة واحدة كاش، ليش هيك عم تحكي؟ ليكي لازم نسجل ابننا معروف بهي المدرسة الدولية. ها؟ درويش انت قلت هذا الحكي قدامي هلا، بس ابقى شيل هالفكرة من راسك على الاخير. وقت بدها تعرف العائلة بتكاليف هالمدرسة ساعتها كلهم رح يوقفوا ضد ابنك، خاصة انه مزعوجين منك كتير. ما بدنا نسمع حكي زيادة. ايه كاش، بس استني دقيقة. انا قررت انه نسجل ابننا بالمدرسة الدولية، ماشي؟ وهذا القرار نهائي. دقيقة، وأنا ما رح أسمع رأي أي حدا بهذا الموضوع نهائيا. بس هلأ أنا قلت لك قرار نهائي، معروف رح يروح على المدرسة الدولية، يعني رح يروح. أكيد طبعا، أكيد وما في أي شك. وهلأ ضروري قبل ما أروح على الاجتماع رح أمرق لعندهم وشوف شو هي إجراءات التسجيل، وأنتي حطيلي الفطور يلا بسرعة. لشو؟ أنت بس استنى شوي. أنا رح أقلي لك شوية بطاطا وجيبهم لعندك. ماشي درويش؟ استنى. ماشي. الزيت حمي زيادة. كاش يا ريت تفهميني اللي عم تعملي، حيرتيني. وهلأ أنا بدي أفهم شو هي قصة هالمدرسة. صحيح، أنت عم تسأليني سؤال كتير مهم، لازم تعملي هالشي دائما. هيك لازم تسألي وبس، أي شي بيخطر لك لازم تسألي عنه وبأي لحظة كانت. فيكي تقولي إنه رح تنفجر هي البطاطا بأي لحظة. بس يعني هي بطاطا مو أكتر، بطاطا كاش. هي مو بطاطا، هي قنبلة بطاطا. قنبلة؟ بس ما ألفتين، ما هيك؟ هاي القنبلة مو محتاجة فتيل لحتى ينفجر، محتاجة بس شوية علاقات سيئة. كلها كم دقيقة ورح تشوفي بلاشا الانفجار. بوم. البطاطا المقلية صارت جاهزة، روحي ونادي لبهيج. يلا رايحة. هاي ميرا منيح انك اجيتي كمان. بدك شي؟ رشيد جاهز؟ قولي له البطاطا المقلية صارت جاهزة، خليه يجي بسرعة. بتعرفي ميرا هدول مو بطاطا عادية، هدول مثل القنابل، أول ما تاكلي وحدة رح تنفجر دغري. لفتي قصدي هن طيبين كتير. سلفتي بدك تنادي لبهيج ما هيك؟ يلا راجع. سلفتي وانتي نادي لرشيد. سلفتي رشيد ما بيحب البطاطا المقلية لهيك ما رح ياكلها. طيب أنا رح نادي له هلأ شوي وبرجع. سلفتي رشيد ممكن فوت؟ ايه. انت جاهز؟ ايه انا جهزت الفطور، لهيك تعال بسرعة. مرتخي؟ نعم. انا مو جوعان، قصدي انه مبارح بالذات قررت اني ما عاد افطر الصبح، وحتى مو حاسس حالي جوعان. رشيد انت عم تكذب، قلي بصراحة. انت ما بدك تجي لانك متخانق مع درويش ولا لاني انا اللي حضرت الفطور؟ ايه
قصدي انه السبب مو يلي هلأ ذكرتيه، بس انا قلت لك اني مو جوعان وكمان معدتي عم تجاني شوي. ليك رشيد، شو ما كان صاير انت تخانقت مع درويش مو معي انا. انا حضرت الفطور لهيك تعال بسرعة. عن جد انا ما بدي. وكمان انا حضرت بطاطا مقلية سخنة، يلا تعال. هذا بالضبط يلي كنت حاسسته انه في شي غلط. الفيل الفيل بيمشي دغري. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير عمي. ملك الملك بيمشي خطوة خطوة. عمي عود لو سمحت، أنا رح أجيب لك بطاطا مقلية سخنة لعندك بسرعة. شو هي اليوم اللي حضرت الفطور؟ اليوم حبيبتنا كاشي فاقت الصبح وعملت لنا الفطور. يا ربي دخيلك. مرت أخي شطران بيدك. ها بيدك بيدك وهي اجت البطاطا المقلية السخنة. انت عملتيهم؟ ايه انا يلي عملتهم. اتفضل عمي. بلاشا شو يلي انفجع؟ هاي لا هدي لا انا قصدي انه كاش شبك هي بطاطا مو معقول. يلا درويش
أنا رايحة أحكي تليفون مشان استمارة التسجيل، لأنه ما بيصير نتأخر أكتر من هيك. طيب ماشي، اتصلي وخدي التفاصيل. أوكي. تسجيل مين يلي عم تحكوا عنه بنتي؟ تسجيل معروف، نحن قررنا نحطه بمدرسة دولية عمي. كيف؟ قصدي ليش؟ هيك فجأة بدكم تحطوا معروف بمدرسة دولية؟ هي المدرسة كتير متطورة وكل العائلات الراقية مسجلين أولادهم فيها. شو يعني مدرسة متطورة؟ المدرسة المتطورة عمي يعني إنه فيها وسائل كتير حديثة للتعليم، بيهتموا بالرياضة بكل أشكالها، والصفوف مكيفة، وحتى إنهم بيدرسوا الطلاب الرقص الهندي كمان. مزبوط. لهيك أنا قررت، قصدي أنا ودرويش قررنا إنه ننقل معروف على المدرسة الدولية، هيك أحسن. يا كاش، ها؟ ممثلين السينما بيجوا عليها؟ يعني رح يجي أكشاي كومار؟ إذا هو بده يجي بس خبريني قبل بوقت. لا قصدي بروح بوصل معروف على المدرسة بهداك اليوم. إيه؟ بلاشا؟ ها؟ ممكن أنتي تضلي ساكتة؟ إيه؟ بس يا روحي، في موضوع مهم عم ينطرح هلأ. عن جد؟ ماشي كاشي؟ بتظني عن جد إنه معروف محتاج هالأمور بهالوقت بالتحديد؟ إيه؟ درويش، وأنا عم يخطر لي نفس السؤال اللي سألته غالية، معروف عن جد محتاج لهالأمور هي كلياتها؟ معقول بابا عم تسألني هذا السؤال؟ بظن إنك أنت اللي قلت لي إنه ما تساوم بموضوع تعليم الأولاد مهما كانت الظروف حوالينا، مو هيك بابا؟ لا 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 لا، أنا ما عم بنكر هذا الحكي، بس السؤال إنه هلأ هو فعلاً بحاجة لأنه تحطوه بمدرسة دولية ومكلفة كتير؟ حسب معرفتي عن الموضوع، هاي مكان للناس الأغنياء مشان يستعرضوا فيها الغنى تبعهم ويتبارزوا، ما بتصور إنه رح تكون مفيدة كتير. لحظة بس، قصدك الأولاد اللي بيروحوا على هيك مدرسة أهلهم ما بيعرفوا شي، مو هيك؟ هذا اللي بدك تقوله رشيد؟ مرت أخي أنا ما هي رشيد. إذا في حدا مفكر إنه الناس الأغنياء بيستعرضوا غناهم بالمدرسة الدولية، فأنا بحب أقول له إنه هالموضوع بيتعلق بمستقبل ابني، لهيك هو ما بيدخل طريقة تربيتي لابني، لأنه أنا وين ما بدي بسجله. بابا ابن أخي كمان بيعنيني، ولهيك لازم تعرفوا إنه أنا كمان بيهمني مستقبله مثل أهله بالضبط. دقيقة بس قبل ما أنتوا تبلشوا تتخانقوا، معلش يعني حدا يقول لي شو معناتها المدرسة الدولية؟ لا قصدي أنا بعرف إنه هاي المدرسة الدولية هي بذاتها مدرسة الثانوية، مدرسة أندوماتي العليا، مو هيك يا سلفتي كاش؟ إليلي مو صح؟ حتى إنهم بيدرسوا فيها كل فنون الرقص. إيه روحي، بدنا نسجل إيتي هنيك لأنه هي بتحب الرقص كتير. اي عن جد بهيج لازم نسجلها هنيك. وكمان انت ممكن تضلي ساكتة ايه؟ ليك درويش، حسب معرفتي اللي بيسافروا هن اللي بيعملوا هيك وبيسجلوا اولادهم بهالمدارس، منشان شغلهم بحاجة لهالمدارس هاي. مزبوط 100%، أبي كان يسافر برا البلد ولهيك حطني كمان بمدرسة دولية، بس الأقساط كانت غير بهداك الوقت. هلأ حتى إذا بدكن تسجلوا تمريض صار بيكلف على الأقل 500,000 روبية، هي إذا ما كان أكتر من هيك بكتير. يا ربي دخيلك. هالمبلغ هاد بيشتري اغراض البقالية لسنة كاملة، ولا لكم شغلة هالمبلغ حق تيابي مجوهراتي. يا بلاشا ممكن تضلي ساكتة هلأ؟ بس أنا ما رح أسكت أبداً.
وابني معروف رح يروح على المدرسة الدولية أكيد. بصراحة هي رغبتي أنا كمان، وإني أصرف على ابني بظن إنه هالشي ما له غلط. لا لا، وقد بيكون في داعي الواحد يحط مصاري لازم يحط مصاري، بس لساتني حاسس إنه الذكاء اللي بتحتاجه لتكسب المصاري لازم يكون عندك أكتر منه وقت بدك تصرفها، وبدي منك ما تنسى هالشي أبداً. شفت اللي صار درويش؟ نحن ما فينا ناخد أي قرار بخصنا بهذا البيت أبداً، هالشي واضح. بين أخواتك الثلاثة أنت أكتر واحد بتطالع مصاري، ومع هيك وقت بدنا ناخد قرار بيتعلق بابننا معروف، بالأول نحن لازم ناخد إذن كل العائلة، ولسه رح يجينا وقت كمان لازم ناخد فيه إذن العائلة كلها بخصوص أي قميص ممكن تلبس قبل ما تطلع من البيت. سلفتي شو هالحكي اللي ما له داعي أبدا؟ حكيها كتير له داعي. يا ربي دخيلك درويش، مع أني عم حاول أقنعك بس أنت إذا كنت متمسك بقرارك فأنت حر بهذا الشيء يا ابني، أنا ما فيني أثر عليك. لا بابا لا، ما في نقاش بتسجيل معروف أبدا، أنا أخذت القرار ومشي الحال، بس السؤال هو أنه أنا دخلي الشهري أعلى من دخل أي واحد بهي العيلة، فليش مو مسمح لي أخذ أي قرار بخصم مستقبل ابني؟ ليش؟ درويش أنت عم تحكي حكي ما له طعمي أبدا. عم قول الحقيقة أخي، وهلأ أنا عم بحكي كلام واضح كتير ومفهوم، لهيك يمكن حاسين أني عم قول كلام بلا طعمه. تعرف شو بهيج؟ كنت دائما فكر إنه كاش عم تحكي حكي فاضي وما له طعمه، بس ما طلع هيك أبدا. كاش كانت عم تحكي المظبوط، كنت عم بتصرف غلط. يعني وقت طلبت إنه الأملاك تتقسم كنت عم تحكي صح، هذا اللي بدك تقوله ما هيك درويش؟ إيه. لأني لو سمعت كلامك بهداك الوقت ما كان صار فينا هيك هلأ، مو هيك يا أخي؟ درويش؟ أنت بتعرف حالك شو عم تحكي درويش؟ يمكن بتعرفه أو ما بتعرفه، بس أنا طلعت غبية. أنا ما كان عندي غير حلم واحد وبس، وهو إنه نبقى كلنا مع بعض، ولهيك عملت كل جهدي، وكنت حابة إنه نحنا نستمر هيك على طول، بس لا، الأحسن كل واحد يروح يعيش لحاله. ميرا، أنت شو عم تحكي؟ لأنه بلاشة سكتت شوي أنت بدك تبلشي تحكي حكي فاضي؟ دقيقة واحدة عمي، لازم تتفاجأ لأني بحياتي ما حكيت هيك من قبل، يمكن ما بيرضيك اللي عم بحكي، وأكيد بتكون مزعوج كمان، بس هي هي الحقيقة. أنا لازم فكر بحياتي الزوجية، لازم فكر بحالي وفكر برشيد كمان، وما حدا يقنعني بغير هذا الحكي. أخذت قراري، وقبل ما أروح في كلمتين، بتمنى أنه ما تزعلوا مني، بترجاكم سامحوني على قراري لأني أنا بحبكم كتير. يا ربي ميرا، ميرا يا أخي درويش، ميرا وقت كانت بلاشة وكاش بدهم يفرقوا هالعيلة عن بعضها
انتي وقفتي جنبي بكل قوة وما تركتيني ولا لحظة. كنتي عم بتحاولي كل جهدك تحافظي على هالعيلة وعلاقاتها، وحتى وقت اللي ولادي استسلموا وما عاد طلع بإيدهم يعملوا شيء كنتي عم بتحاربي الكل لحالك. ولما شفنا أنا وياكي إنه القصة ما رح تنحل، امتي جبتي غالي على هالبيت لحتى تدعمنا وتساعدنا كمان، واليوم انتي عم بتقولي انه لازم العيلة تتفرق. انا ما عم بفهم يا بنتي كيف قدرتي تقبلي هالخسارة بهالبساطة. انا ما خسرت ابدا، بالعكس انا تعلمت من الظروف وفهمت الدرس. فهمت كل شيء. يا غالية، أنا عم بحكي معها حديث جدي كتير ومهم وانتي عم تضحكي. بدي أقول لك شيء، لحد هاليوم كانت ميرا كنتك أو بنتك إذا بدك، بس من اليوم ورايح رح تكون شريكتي كمان. ميرا، شو بدك تقولي؟ صحيح أنا بعرف ليش هيك عم تتصرف فيه، بس عمك فياض ما بيعرف شي. احكي. رح اقول لك عمي، انت ما عندك اي اعتراض على اللي حكته ميرا هلا، مو هيك؟ اي اعتراض هاد؟ بالعكس، انا بتمنى ساعدكم انتو التنتين بكل شيء. ميرا، أنا بس بدي أقلك شغلة واحدة وبتمنى أنك تفهميني. الأحسن تفكري مرة تانية. يلا غالية. أنا بقلك نفس الشي ميرا. شو عم دقيقة يصير؟ بس رشيد، لحد اليوم ما أخذت ولا قرار بخصني لحالي، ودائما باخد إذن الكل قبل، بس القرار اللي أخذته اليوم كان قرار نهائي وما منه تراجع. ميرا، أنا كتير مبسوطة اليوم، مبسوطة وما بعرف شو بدي أقول عن جد. كاش، إيه؟ أنا حاسة حالي إني دايخة ورح أقع بأرضي وأنتي مبسوطة هيك. هو الموضوع هيك يا سلفتي، حبة المانجا مو مستوية لازم نضربها بحجر لتوقع، بس نحن هون عنا في فرع كامل واقع قدامنا. شو؟ كاش، شو عم تخبصي وتحكي؟ ما بصير، نحن بكانون التاني هلا، والمانجا بتستوي بشهر نيسان. سلفتي، انتي عن جد صايرة ما عم تفهمي علي بنوب. شو؟ ليكي، طلع عن جد مثل ما بيقولوا كل شي بوقته حلو. قديش كانت أيام سيئة وقت كنا نرمي الحجر على المانجا ويرجع يوقع على راسنا. وبالأخير أختنا السنجابة شفقت علينا. سنجابة؟ ومين هي أختنا السنجابة بالله؟ ميرا. مين بدها تكون؟ ميرا؟ ايه، هي اللي رمتنا فرع المانجا كله. بلاشا، هلأ كل أحلامنا رح تتحقق وبكل بساطة. وبعدين أنا بطير على سنغافورة. بس أنا عن جد متفاجئة بهي ميرا، بحياتها ما فكرت
إنه تحاول تلعب شطرنج. دغري عملت كشملك. أنا متذكرة كشملك. بعرف شو يعني كش. إيه بعرف منيح. بس لازم أسأل بالأول مرت عمي شو يعني ملك. سلفتي شو هاد اللي عم تحكي كش ملك ومدري شو؟ البيوت خلص انفصلت عن بعضها بسبب الزلزال. بسبب الزلزال عم تفهمي؟ زلزال؟ يا ربي دخلك. انتو كلكن اجتمعتوا هون على الأكل لأني أنا طلبت منكن هالشي. شكراً لكم. أنا مبسوطة. أنا عندي طلب صغير. طالما خلصنا أكل غسلوا إيديكن وارجعوا لهون لأنه بدي أحكي معكن بموضوع مهم. سلفتي شو لسه بدها تحكي معنا؟ كاش بيكل هبور دايما قبل ما يضحوا بالعنزة بيطعموها منيح مثل هلأ. أنا حاسة إنه هيك عم يصير. ومين العنزة؟ مين العنزة بيناتو؟ ماشي أخبركن أول شي إنه هاد كان العشاء الأخير إلنا مع بعض يا جماعة. بفترض إنه ما بيجوز حدا يتفاجأ باللي قلته هلأ لأنه خلص ما عاد في شي ينعمل. وقت كان يصير خناقات صغيرة بهالبيت أو أي مشكلة وأنا أعرف فيها كنت حاول حلها واستخدم الحق يلي عطتني إياه العيلة مشان ما حدا يزعل. بس هلأ الخناقات والمشاكل كبرت لهيك قررت استخدم حقي وانهي هالخلافات بشكل نهائي. الناس اللي بهالبيت حابين يعيشوا استقلاليتهم ما بدهم اي حدا يتدخل فيهم ولا يعطيهم حتى رأي. ما بدهم لا ياخدوا رأي حدا ولا نصيحة حدا ولا بدهم اي شيء من حدا نهائيا. لهيك ليش لحتى نحن نصر عليهم يبقوا سوا؟ وبدل ما نفكر بشكل مختلف عن اللي حكته ميرا أنا حاسة إنه الانفصال عن بعضنا البعض الحل الوحيد. فياض شو رأيك بكلامي؟ بدل ما نضل ببيت واحد ونكسر روس بعضنا الأحسن إنه ننفصل بمحبة. نحنا يا عمي من زمان كتير ونحنا عم نحاول نقول نفس الحكي إلكن بس أنتوا ما كنتوا حابين تسمعونا أبدا. هلأ إذا الواحد قاعد مع كتير ناس بنفس البيت رح يصير خناقات مو هي؟ الحقيقة يا عمي إنه إذا نحنا عشنا بعاد عن بعضنا البعض رح نكون مبسوطين أكتر بكتير أحسن من عيشتنا هيك يعني. وأنا بدي ضل مبسوطة ومرتاحة. كاشي بلاشا أنا عن جد متفهم شعوركن منيح. كل شي رح يصير مثل ما أنتو بدكن بس يعني بشكل مختلف شوي صغيرة. شو يعني؟ استني يا بهيج رشيد بس شيلوا طاولة العشاء من هنيك رجاء. ايه أمي. أكيد كلكن عم تفكروا شو راح يصير بالضبط بعد هالحركة مو هيك؟
رح قلكن هاي طاولة العشاء بتكون رمز لجمعتكن سوا. لحد اليوم هاد هي ما تحركت من محلها، فكيف بدنا نتقسم؟ صح؟ لهيك طلبت تشيلوها بالأول. رح قلكن شو الجاية. كاشي ودرويش ومعروف، بهيج وبلاشة وبناتهم الثلاثة كمان، وميرا ورشيد، هدول العيال الثلاثة رح ينفصلوا. بس هالعيال الثلاثة رح يضلوا بنفس البيت هون. بس يا حماتي شو يعني إنه ننفصل عن بعضنا؟ يعني إنه نحن نطلع من هالبيت مو هيك؟ الانفصال مو معناته تطلعوا من البيت أبداً يا بلاشا. فينا نعيش كل واحد لحاله هون مثل ما رح نعيش هلأ. هلأ ما في أي علاقة بيناتنا أبداً، وما في لا أخذ ولا عطا، وما حدا بيستخدم غرض حدا أبداً، ولا حتى رح نحكي مع بعضنا أبداً. مرت عمي، كل هالحكي مقبول، بس لأيمتى رح يستمر هالشي هاد؟ وشو بدنا نستفيد منه؟ الانفصال عن بعضنا البعض على الأخير هو الحل الوحيد لهالقصة وانتهينا. هالشي رح يصير، بس أنا حابة أشوف بنفسي قديش ممكن وكيف ممكن نعيش هيك ونحن بهالحالة. تحملينا أسبوعين. يا حماتي، نحن رح نفهم اللي عم تقولي، بس حاكيني وشرحيلي هلأ شوي شوي، لأنه ماني عم بفهم عليكي شي. يعني أنتي وعمي مع مين رح تعيشوا؟